وقام بغول خطبته الشهيرة الذي وضع للمسلمين فيها العديد من القوانين، ومن بينها حرمت تلك الأشهر الكريمة، وأن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يتبع دين الإسلام وينفذ جميع قواعد الدين الإسلامي. يلا يا النسويات، ها تقولون أن يعني ما لنا حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه أعظم وأطهر الخلق قال بلسانه واستوصوا بالنساء خيرا. ايش تبين اكثر من كذا؟ يعني صح انه في ناس ما تستوصي بالنساء خيرا، بس نقول الله يهديهم صراحه. طبعا حتى النساء لازم تستوصي بالرجال خيرا، يعني مو بس النساء. اسماء زوجات واولاد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. زوجات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هم 11 زوجه، وهم السيده خديجه بنت خويلد هذه اول زوجه، وعائشه بنت ابي بكر، وسيده حفصه بنت عمر بن الخطاب، وسيده زينب بنت خزيمه، وام مسيلمه، وزينب بنت جحش، وجويريه بنت الحارث، وام حبيبه، وصفيه بنت حيي، اولاد النبي عليه الصلاه والسلام القاسم وعبد الله وابراهيم وزينب ورقيه